مطبق أو إقراص الزعتر الأخضر الفلاحي، ما في أطيب ولا ألذ من هالوصفة التقليدية التراثية اللي بنغنغ بزيت الزيتون وطلعوا لي هالعجينة اللي طالعة مقرمشة من برا وبتجنن من جوا مع زيت زيتون ولبنة خرافية. بالبداية الحشو رح أخذ الزعتر الأخضر اللي فرمته، حطيت عليه بصلة كبيرة مدبلة وسماء وملح وزيت الزيتون عشان يخف من حدة الزعتر الأخضر. للعجينة رح أخذ 5 أكواب من طحين ساسي، 5 معالق كبيرة من الحليب البودرة، معلقة كبيرة من الخميرة ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وعندي 1/4 كوب من زيت الزيتون. عجنا العجينة كتير منيح بالمية الدافية وتركتها تخمر لمدة ساعة. بعد هيك ببلش أفردها برضو على زيت زيتون، بحاول إنه العجينة تكون رقيقة. بحط أول طبقة من الحشوة الزعتر، بعدين بتنيها، برجع برش شوية زعتر عشان تكون هيك مليانة زعتر، ما تكون عجينة فاضية. بطبقها على الجهة التانية كمان زعتر، وكمان مرة برجع بطبقها. بتركها للعجينة ترجع ترتاح مرة تانية شي 20 دقيقة لـ30 دقيقة. بفردها على صينية بزيت الزيتون وتكون رقيقة كتير، على الفرن على حرارة 200 وشوفولي الحشوة بتشهي والقرمشة بتجنن.